الناس لهم في دنياهم موازين يقيسون بها أقدار الرجال، وفي غالبهم يميلون للمظاهر دون المخابر والباد دون الأصيل الخافي، لأن الظاهر له سلطانه في انتزاع التأثير في الحكم إجلالا وتقديرا ورفعة وتصديرا، وحتى يأتيك النبأ وجلاء الظلمة والصدأ، فإن الميزان النبوي على خلاف ذلك الميزان تماما، فالزم ميزانه تفز بالعدل وسلطانه. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري خطب أن ينكح، إن شفع أن يشفع، إن قال أن يسمع. ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، إن قال أن لا يسمع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. لا يلزم من ذلك تفضيل كل فقير على كل غني، لكنها إشارات ودلالات الميزان الحقيقي الذي يجب أن توزن به أقدار الرجال، المخابر لا المظاهر. فكم من جميل جسم وعظيم خلقة وعذب لسان قد انطوى على خبث نفس وسواد قلب مفعم بأدواء النفوس من بخل وغل وحقد وحسد بل ونفاق. فجماد الأجسام وعذوبة اللسان ليست ميزانا. قال الله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ثم قال بعدها: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. دخل أعرابي رث الهيئة في عباءة خلق على معاوية رضي الله عنه أرضاه، فاقتحمته عينه وغدا ينظر إلى عباءته الخلقة، فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، إن العباءة لا تكلمك وإنما يكلمك من فيها. فأدناه وقربه وعلم أن في العباءة ما فيها: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى، فإن تكن الأيام أزرت ببزتي فكم من حسام في غلاف تكسر. الرجال مخابر لا مظاهر.